السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم مشاهدينا الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير صحة وعافية. في هذا الفيديو سنشرح كيف يتم قلب 4000 ساعة في وقت قصير، يعني نقول في يومين أو 3 أيام، في أسبوع في الكثير. هذه التطبيقات يا مشاهد 9 تطبيقات. هذه التطبيقات كل تطبيق يعطيك في اليوم 10 مشاهدات، 5 مشاهدات، 2 مشاهدات. أول ما تفتحهم بإيميل جديد أيضا يعطيك 10 مشاهدات. إذا كان معك 10 إيميلات ولا 20 إيميل، نزلت التطبيق كم بيعطيك ال20 إيميل؟ 200 مشاهدة. وهناك بعض التطبيقات عادوا عن طريق الإحالات، يعني تكسب 10 مشاهدات تكسب أيضا 500 نقطة مشاهدات، يعني معك 20. نبدأ في التطبيق الأول والأفضل يعتبر، ولو كان هذا التطبيق فيت مات. هذا بالنسبة للنقط، نبدأ في التطبيق الأول. كيف تكسب النقط؟ في أول ما تدخل هنا يعطيك 10 نقط كل يوم. وهنا 5 نقط في كل إعلان، وأيضا هذه استطلاع يعطيك 15 20 نقطة حسب. هذا عدة الأول، الثاني لايك، والأول أصدقاء، وأيضا الثالث لايك، والرابع مشاهدة. تدخل إلى يوتيوب إذا تريد، مشاهدات الفيديو. تدخل على قناتك، تضغط مشاركة، نسخ، ترجع قدم منسوخ من قبل، نكست. هنا احسب لك على المشاهدة 6 نقاط. هنا مطروح 3 3 على المشاهدة، يعني 6. مدبل عمل هون، نورمال مسجل هنا نورمال. إذا كان بهذا الشكل نقطة، لكن هذا لا تخسر نقطك، تروح من غير ما تستفيد شيء، ما حد بيدخل لك وانت معك نقطة او نقطتين. هنا 12 نقطة فاست، ندخل اختار نورمال الوسط. هنا اختار 15، عشرين مشاهدة. واذا كنت تريد ايضا إذا كنت أيضا تريد أصدقاء، بس أنا منصحش في الأصدقاء، متابع مشتركين ما أنصحش بالتطبيقات هذه، ما أنصحش، لأنه كلهم يروحوا يشتركوا ويأخذ النقط والله معك. الآن كيف تهكر؟ شاهد، هذا إيميل واحد، أخرج من هذا الإيميل الأول، ادخل على ايميل اخر،
هذا الحساب فتحته قبل فترة، قديم، يعطينا دائما 20 نقطة. أنا عندي 10 إيميلات، 10 قديمة و10 جديدة. شاهد، خرجنا من الإيميل الثاني، ادخل على إيميل جديد لسه عندنا ما ضفته من قبل. اضغط على الإيميل، النت شوي ضعيف، أعطاني 30 نقطة في الدخول و10 رصيدك اليومي. إذا كان معك 20 30 إيميل وأنت تريد مشاهدات، لأنه حتى لو المحتوى حقك جيد، هذا بالنسبة للتطبيق الأول. كما تشاهد، جربت بتطبيق بعدة حسابات، هنا يمكن أن أطلع في اليوم 100 مشاهدة من هذا التطبيق، وأكثر من 100 مشاهدة من هذا التطبيق. نخرج من التطبيق الأول، ندخل على التطبيق الثاني، هذا يعطيك في اليوم 200 نقطة. هذا لسه استخدمته قريب، يعني قبل ساعة. أقوم بالخروج من الإيميل إلى إيميل آخر، النت عندي شوية ثقيل. شاهد، 200 نقطة في اليوم، 200. الطريقة سهلة، هذا إذا تريد إجابات. هنا إذا تريد تعمل مشاركة الفيديو، لا أريد أن أضيف الفيديو، سأدخل من جديد. سأقوم بالخروج من هذا الحساب، أدخل بحساب جديد بإيميل لم أستخدمه من قبل، يعطيك 900 نقطة. 900 هذه تأخذ بها 10 مشاهدات في أعتقد 35 ثانية، 45 ثانية. رغم أن الوقت صغير، حتى ما يمرش الدقيقة، لكن هو يحفز حسابك أو قناتك. أربعة ألف ساعة بالراحة من هذه التطبيقات بطريقة سهلة، لا تجلس تدور من شوف، جاب لي 500 نقطة والآن بيضيف لي 200 نقطة، 600 نقطة.
700، هنا كما تشاهد كم هذا الفيديو 9 دقائق، نحسب وقت محدد في هذا الفيديو على 198، هنا طلب 98، 68 يطلب 100 مشاهدة، أعطانا 700. هذا جديد الإيميل، لسه ما استخدمتوش من قبل، على طول. إذا كان معك عندك 20 إيميل، 30 إيميل، ما انتش خسران حاجة، بدل ما انت تجلس تبحث عن مشاهدات نعطيك. السلام عليكم ورحمة الله نص تعالى. دقيقة، وهذا التطبيق الأضعف يعتبر من التطبيقات، 600 نقطة. لو 45 ثانية بتسمية، هذا بالنسبة للتطبيق الثاني. التطبيق الثالث، أنا أعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات، هذا عن طريق الإحالة، طريق الإحالة. أعطيك 300 نقطة، هو شوي ثقيل، أنا خفت أكمل الذاكرة حق الجوال، لسه ما كملتوش الشرح كامل. سنعود إليه بعد قليل. هذا التطبيق مش ممكن تخرج على طول، تخرج على طول اكسدي سيدي ريورد. نشوف كملت 10 مشاهدات، هذا يعتبر أفضل التطبيقات، من أفضل التطبيقات هذا التطبيق سيدي ريورد. هذا لا يشتغل لك على طول، عندما تخرج منه تقوم تدخل على التطبيقات، تدخل على التطبيق نفسه، مكان التخزين، مسح البيانات، موافق، من ثم تعود تدخل على التطبيق من جديد، تسجيل عبر جوجل، على طول بسجل أنا بحساب جديد، لأنه كل ما دخلت في الحساب على طول، ما فيش داعي لأي شيء، كل ما دخلت الحساب ضروري ما تخرج، تعمل مسح التخزين عشان يعطيك نقاط في الإيميل الجديد.
أنا لا أريد طول الشرح عشان ما يكونش الفيديو طويل. منتظر. هذا نص رابط الفيديو الذي يريد يضيفه. عشر مساعدات من 60 ثانية. كده تمام قبل ال خلاص. صفر هنا فوق، صفر الماسة، صفرت. نقوم بالخروج من هذا التطبيق. أيضا هذا التطبيق أيضا. تقوم بالخروج. هل سيتم إضافة نقط أم لا عندما فتحه؟ أضاف لك على طول 600 نقطة. تضيف هنا رابط القناة، رابط الفيديو، يعني تستثمرهم استثمار بشكل لا يصدق. التطبيقات، إذا كان عندك 10 تطبيقات ولا 20 تطبيق، أنت مش خسران شيء. الطريقة السهلة جدا، وليس هناك أي ضرر على القناة. هذا التطبيق الرابع. التطبيق الخامس، مشاهدينا الفيديو قد تمت 10 على 10، والمشاهدون هم يطلع لك في الصورة انهم شاهدوا الفيديو عشان ياخذوا المواسات. هنا تقوم بالخروج على طول، تدخل على أي حساب آخر، على أي إيميل، نفس العملية في كل التطبيقات. هذا الإيميل استخدمته من قبل، لاحظ كم يعطيك في اليوم. أنا قد صفرت من قبل. أخرج وأدخل على إيميل جديد لم أستخدمه من قبل. أدخل على الإيميل الجديد. وإن طال الفيديو، التطبيقات ستوصلك إلى 4000 ساعة في وقت قصير جدا. لا تبذل الوقت ولا أي شيء، ولن تخسر شيء. هذا إيميل جديد، انتظر ماذا يضيف لي. أضاف لي 1000.
والآن بيضيف لميتين. لا تشاهد ولا تأخذ تجلس تضيع وقتك تشاهد فيديوهات، تأخذها بالراحة بدقائق، سواء الإيميل لهذا التطبيق أو لغيره. ندخل على التطبيق، هذا جديد، هذا عن طريق الهز. هذا ما عليك إلا تدخل عن طريق التطبيقات. أنا استخدمته من قبل، ما تقدر تستخدمه إلا عندما تدخل من مكان التخزين. مسح البيانات، بنحاول رغم انه ما عمل شيء، يعرف انك دخلت الى تطبيق في نفس ال تقوم بإضافته الى تطبيق الاستنساخ. تطبيق الاستنساخ، هذا تطبيق الاستنساخ، تختار التطبيق نفسه. استنساخ التطبيق، ندخل على من هنا، تسجيل الحساب باستخدام جوجل، نضغط على الحساب الأول، ما يطلع لك حتى ما يطلع لكش الفيديو، بس أنت تدخل هنا كما تشاهد، يعطيك عملات كما تشاهد عن طريق برنامج الاستنساخ. بعدين حتى إذا أردت تحمل الفيديوهات تضغط الإيميل على الصفحة الرئيسية وتضيف التطبيق. أما هذا التطبيق يعتبر التوب التطبيقات هنا عن طريق رمز الإحالة، تسجيل الدخول. هذا يضيف لك كم؟ يضيف لك 500 نقطة. انتظر وشاهد. النقاط صفر صفر صفر، تسجيل الخروج. صفر سبعة ثلاثة أربعة واحد ثلاثة، تسجيل الدخول. هذا يعطيك في كلا الجهتين. يعطيك عند المسجل بالإيميل الثاني لديك 500 نقطة، هنا يطلع 600، 600 نقطة. انتظر، تسجيل الخروج،
أيضا نفس الحالة 07 3 4 1 3 سجل الدخول. هذا حسابي، انتظر. كما تشاهد لديك 5000 نقطة، 5000، 5000 قد استخدمت من قبل 6000 عن طريق رابط الإحالة. هنا يطلع لك الرمز الترويجي، هذا رمز الترويجي. تم الاستفادة من الرمز الترويجي 22 مرة. وحصلت على 5000 قبل على 6000. هذا الرمز الترويجي. أخرج من الحساب، تسجل الخروج، لاحظ الرمز الترويجي 07 3 4 1 3، تسجيل الدخول، ادخل على الايميل الجديد وارجع الى الايميل. هنا سأحصل على 600 نقطة، وهناك بحصل على 500 نقطة. هنا 600 نقطة. تسجيل خروج، تسجيل دخول على طول، لأن أنا بدخل على حسابي الأول، بيطلع لي 5500. أربعة ألف بالراحة، 4000 ساعة، طلع لك 500 نقطة تروكيت عبر كما تشاهد. شاهد هنا طالع هنا 5500، انتظر تطلعها هنا. هذا التطبيق من أفضل التطبيقات، والمشاهدات صحيحة لا تسقط ولا مشاهدة من هذا التطبيق. هذا التطبيق الثامن. وهذا عن طريق رابط الإحالة. إحالة الصديق، هنا يطلع لك إحالة الصديق، تعمل نسخ، تسجيل الخروج، ادخل على التطبيق الرئيسي. الحصول على البيانات، إحالة من صديق،
كمان تسجيل الخروج. هذا التطبيق يعتبر أنا عندي من أفضل التطبيقات بعد التطبيق الأول الذي شرحناه. شاهد معي تسمية نقطة عن طريق الإحالات، عن طريق الإحالات. الآن إحالات، أريد استخدام هذين النقط. أدخل إلى يوتيوب، قناتي، مشاركة، نسخ. نعود إلى التطبيق، عن الإضافة. هنا يطلع لك 45 ثانية، عدد المشاهدات 35، تكلفة 708. هنا تحذير، يحتاج اليوتيوب إلى 72 ساعة للتحديث المشاهدات من تطبيق الطرف الثالث، لذا يرجو الانتظار 72 ساعة. هذا التطبيق يعتبر جيد جدا، ممتاز يعتبر. هذا رابع تطبيق من حيث المصداقية. نعمل إضافة، يمكن تتحكم بالإضافات. بقيت 112، أما بالنسبة للتطبيق الأخير فهو في الفترة الأخيرة لا يعمل. هذا هز وربح، لا يعمل الفترة الأخيرة لا يعمل، لكن لا تقوم بحذفه، انتظر. إذا كان لديك نقاط ورصيد انتظر. وإذا تريد تطبيقه تدخل على تطبيق الاستنساخ أيضا وتضيف حسابا على تطبيق الاستنساخ، وتهز نفس الهزة ويعطيك رصيد، بس حاليا لا يعمل. في بعض التطبيقات تعلق فترة وتعود من جديد بأفضل من قبل. وإذا استفدتم من هذا الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.